حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع سقوط أمطار غزيرة تعرضت لها محافظة مطروح أدت إلى جريان سيول من الأودية إلى بعض المناطق، وأبرزها منطقة وادي الرمل والخروبة والكيلو 4، كما قطعت مياه السيول عدداً من الطرق بعدة مناطق متفرقة بمدينة مرسى مطروح. إجراءات متعددة اتخذتها أجهزة المحافظة عقب سقوط أمطار غزيرة مع تعرض بعض المناطق للسيول، حيث تم الدفع بسيارات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، وذلك لفتح الطرق وتحويل مسار المياه حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتيسير حركة المرور. وتحقيقاً لسهولة الوصول إلى المتضررين وتقديم جميع المساعدات لهم، تم فتح مركز الإغاثة بالكيلو 7 لاستقبال الحالات المتضررة مع تواجد الفرق المتنقلة التابعة للتعامل الاجتماعي في المناطق المتضررة بالكيلو 4 وسوق ليبيا والخروبة والقصر، بالإضافة إلى عقد غرفة العمليات لتلقي البلاغات.